عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم فيديو جديد من قناة عبد العال. النهاردة معانا فيديو بقى يا جدعان جامد، يعني انك تقدر تفتح اليوتيوب وجوجل والفيسبوك ضغطة زر واحدة من غير أي حاجة. ازاي ده كله من على التابلت؟ انا ده كله بكلم على التابلت، يعني عشان الناس ايه الذكية، ان انت تفتح اليوتيوب والجوجل والتيك توك والتليجرام وكله من على التابلت بضغطة زر واحدة، من غير ما تخش بقى على مايكروسوفت ولسه تخش على تيمز وتعمل ارسال الرمز وتكتب، لا ما بلاش الحبشتكنات الكنات دي. انا انت هتتعب دلوقتي معايا سيكا، لكن الطريقه دي هتدلنا عايشه معاك لغايه اما التابلت ده يستشهد. يعني ادعمنا بلايك وسبسكرايب عشان نزود، يعني نحاول تاني وتالت كمان. لا طرق ماشي ماشي. فالطريقه دي تشترك مع فيديو بتاع قبل اللي فات، اللي هو انك تربط بين التليفون والتابلت عبر تيمز. يعني اللي احنا عرفناها ان انت تقدر تعمل جروب وتضيف التابلت معاك نفس الجروب، فاحنا دي الطريقه اللي احنا عاوزينها. فلو انت مش اتفرجت على الفيديو ده هتلاقي اللينك تحت بتاعه في الديسكريبشن، او هتلاقي الاي دلوقتي ظهرت عندك فوق، فدوس عليها واتفرج على الفيديو وبعد كده ارجع للفيديو ده تاني عشان تفهم ازاي احنا هنضيف كده. طب ناس تيجي تقول لي طب احنا بنخش مع ناس دي في الجروبات احسن من ان انا اعمل ده كله لوحدي، لكن ده يعني بتبقى رخمه ان ممكن حد يخش يكلمك او حد يخش يكلمك، فدي بتبقى رخمه في حد ذاتها. لكن انك تعمله لوحدك وفي جروب لوحدك، وانك تقدر تبعت صور ومذكرات وحاجات لوحدك، فدي بتبقى احسن بكتير. وانك تبعت صور ومذكرات وملفات زي ما انت عايز على التابلت من غير مثلا ما مشرف ولا بتنجان ولا يحزنون، لا انت جروب انت والتابلت كده حبايب مع بعض. فتعال نخش في الشرح قبل ما نبدا كده، هو مش تنسى اللايك والسبسكرايب. هنخش في الشرح عشان ما نطولش كتير عليكم. فالطريقه دي هتطول معانا سيكه، لكن عادي تمام ايزي، احنا معاك لغايه الاخر وهنشوف الفيديو كامل. تعالى معلش هنخش دلوقتي، احنا مش هنحتاج غير جوجل كروم بس، ولا هنحتاج تيمز على التليفون ولا اي حاجه. اهو هوريك دلوقتي الطريقه تتفتح، انا اسف، ازاي على التابلت. فدلوقتي هنخش على جوجل كروم. تعالى نبدا بقى بسرعه كده هو عشان ننجز الموضوع. انا هنا ازاي دلوقتي اقول لك تضيف كل حاجه، بس على الهادي على الهادي يا زبادي. فهنخش دلوقتي عندي اكتب فوق هنا تيمز، تيمز بقى بالانجليزي بالعربي مش هتفرق، مثلا انا هكتبها بالانجليزي عشان الناس تيمز اهو ماشي تمام. تيمز اهو عندي الاثنين، لكن احنا مش عايزين لفوق، احنا نخش على تحت تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز. انا دلوقتي مسجل عليه تسجيل الدخول عشان الناس هتيجي تقول لي انت سجلت الدخول ازاي والحاجات دي. انا مسجل عليه تسجيل الدخول عشان يعني حاجات خصوصيه وحاجات مش ينفع اقولها. فهو هتظهر لك نفس اللي بيظهر لي دون تماما، وهتيجي تقول لي الكلام ده بالانجليزي ليه وده بالعربي ليه، لا هو انا عندي مترجمه ايزي، هو في هنا كلمه ترجمه هي بتترجم الحاجات دي، فالموضوع ماشي عادي. يعني مش لازم عندك تسجيل الدخول يعني ساين ان او ساين اب، الموضوع ايزي كمل. فمرحبا فكك، ندوس على تسجيل الدخول. فانا وقتها هخش عندي على طول ان مسجل قبليه، فموضوع ماشي. انت اول ما تسجل هتلاقي نفس اللي هيظهر لك ده، هو نفس اللي هيظهر لي هيظهر لك ده تماما. طب ادعم الحاج تنزيل التطبيق، احنا منزلين التطبيق، احنا مش عايزين تنزيل التطبيق خالص ولا هنيجي اصلا جنب التطبيق. فالطريقه دي سهله جدا. فهندوس على الثلاث شرط اللي فوق اللي ايوه اللي هم دول، دي اهي دي ماشي، ندوس عليها. بعد كده ندوس ان هو الموقع الالكتروني كذا كذا، دي احنا مش عارفين الكلام الباقي. فهندوس الموقع الالكتروني كذا كذا كذا، بعد ما دوست عليها هيظهر لك الصفحه الوقت اللي هتظهر. معبر من الصفحه تظهر، مش تنسى اللايك والسبسكرايب يا حبيبي عشان يعني نبدا كده نخترع حركات وحبشتكنات. فاولا هيظهر لنا ده تماما، انا هيظهر لك نفس اللي ظهر لي ده، هو ده هو اللي هيظهر عندك ما فيهوش اي اختلاف. طب هتيجي تقول لي انا دلوقتي هدوس على علامه الزائد مش هيفتح معايا موقع وهيحصل مشاكل ومش هفرغ في... لا استنى انا عارف انت هيبقى عيبك. بص يا عم انا ظاهر لي ده جاي لي الجروب اللي انا ده الجروب اللي انا كنت مسميه وكنت عامله قصادكوا على هناك على التابلت ماشي، ده نفس الجروب ما فيهوش اي حاجه. فحتى ممكن لو دخلنا على منشورات هتلاقي نفس الكلام اللي انا كنت كاتبه يعني عشان الناس تتاكد. فالموضوع ميسر ما فيهوش اي حاجه. ايوه انت هتبقى جروبك تمام. طب انا مش ظاهر لي جروب ولا الحاجات دي خالص ازاي؟ بص يا عم الحكايه وما فيها ان انا تابلت 7 اكس دي فكك منها ماشي. بص هنا محمد وهنا شخصي وهنا تابلت 7 اكس، احنا مش عايزين ده. شخصي ده مش هنفكنا من شخصي، هنفكنا من شخصي. هنخش على تابلت 7 اكس، تابلت 7 اكس هندوس على تابلت 7 اكس.
لو جالك شخصي والجروب بتاعك، مش هيجي لك تابلت 7 اكس بالظبط يعني، هيجي لك الجروب اللي انت سميته على التابلت، هو ده بدل تابلت 7 اكس. فانا عندي اهيت كده هتظهر لك نفس يعني، لو انت بتبعت ملفات بتبعت الحاجات دي هتظهر لك زمان. طبعا دلوقتي بقى عايز اضيف اليوتيوب والتيك توك الفيسبوك واللي يحزنون. بص يا عم دلوقتي هوت عندي كل حاجة تمام، ف هوت ده الجروب هوت اللي انا كنت عامله ماشي، وهدوس هنا على علامة الزائد دي هيظهر لك نفس علامة الزائد تماما ما فيهاش اي حاجة ماشي. بعد كده اسف هظهر لنا الحاجات دي كلها، احنا مش عايزين اي حاجة من دول خالص، احنا عايزين حاجة واحدة اللي هي هتلاقيها موقع الويب. يعني الموقع الويب دي مش هتلاقيها في الاول، هنا في الاول المرة هتعملها هتلاقي ان هو تلاقي مطرح ان هو، فهي هتبقى هنا انا عندي هنا عشان استخدمتها كذا مرة. فانا هدوس على موقع الويب. انا موقع الويب هقول لك ازاي موقع الويب هي زي ما انت شايف، دوست عليها. ده بقى الوقت هو ان هو بينشئ لك موقع ان هو يبقى ده موجود في التابلت وموجود في التليفون ماشي. موقع الويب مثلا هسميه جوجل، انا هضيف دلوقتي جوجل قصادكو وهنشوف جوجل هيشتغل على التابلت ولا لا، وهنضيف اليوتيوب. انا مضيف اليوتيوب وضيف جوجل والله عندك، مش عارف هو ممكن يضيفهم تاني ولا لا، او احنا هنضيف يعني حاجة تانية مش مهم. فانا مثلا ازاي بقى انا اجيب لينك جوجل؟ هو جوجل ليه لينك؟ احنا هنخش من جوجل اصلا نفس، لا اقول لك نجيب لينكه ازاي. انا مثلا هنا هخش على متصفح جديد جوجل، هو ده ايه انا في كام جوجل ده، نكتب جوجل، جوجل بالعربي بتنجان جوجل دوت كوم اهوت، بس احنا عايزينه من بره فنكتب جوجل، نكتب جوجل مش جوجل وندوس، لا جوجل بس من بره كده ماشي. خليكم معايا، انا عندي جوجل ده، هدوس على جوجل ده كده اهوت، ونسخ عنوان الرابط، نسخ عنوان الرابط، نسخ عنوان الرابط، دوست على نسخ عنوان الرابط. هرجع بقى تاني، هرجع تاني ازاي؟ انا عندي من تحت اهوت، ممكن تلاقي عندك تماما زي، فندوس على نسخ عنوان الرابط وهضيفها من هنا هو يا عم، فهضيفها من هنا بس كده بس كده. طب ايه في ايه انت عندك مش ظهرت ليه؟ امسحها واكتبها لك تاني. ثواني 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 يا عم، انت بتعمل صح امتى؟ طيب انت التليفون مش عارف عنده زهايمر ولا اهو. هنا يجي يقول لك تأكد ان ترتبط فقط ماشي، سانكس يا عم الحاج اهو، عندي الدنيا تمام، عندي الدنيا تمام ما فيهاش اي حاجه. هو دوست على يعني هي دي اللي نشر على القناه حول علامه التوجه هذه. ففكنا من الحكايه دي، انا حطيت جوجل اهوت الدنيا تمام، وكتبت جوجل فوق هتدوس حفظ بس كده. كده انت ضفت لك جوجل على التابلت وعلى البتاع كده، ضفت لك جوجل على التابلت وعلى التليفون، فالموضوع سهل وبسيط. واهم حاجه مش تنسى اللايك، عشان شايفك انك لسه مش حطيت لايك ماشي، ربنا يسامحك. ف انا ضفت جوجل موضوع تمام ماشي، انا ضفت جوجل اهو فوق، بص بص تلاقي جوجل متضاف فوق، يقول لك اذا لم يتم تحميل الموقع اما موقع خاص بك. لا هو عارف كان متحمل، هو بقوله لكم دلوقتي. عايزين نضيف اليوتيوب، هنضيف اليوتيوب كذلك، هنروح عند طب اه صحيح، عشان اليوتيوب عشان في ناس بتتلخبط فيه كتير جدا، هقول لك تضيفه ازاي مش تمشي، اهدى خليك معايا، عشان اليوتيوب ده موضوع مش سهل. هنا هنكتب يوتيوب، يوتيوب تمام، يوتيوب اهوت ده اليوتيوب عامل حاجة. طب عايز هنا انا ده في التليفون، احنا بنتكلم في التليفون، دوس تسجيل دخول اليوتيوب، تسجيل دخول اليوتيوب هيفتح معايا اليوتيوب او لا؟ مش عايزين اليوتيوب التطبيق، هو هتجيب يوتيوب التطبيق، عايزين يوتيوب اللي هو جوجل اللي هو يظهر لك بالشكل ده اللي هو. انا بص بعد كده انا عندي ده مش عايز ده خالص، انا هدوس على العلامة دي يوتيوب العادي، هيفتح لي يوتيوب المتصفح العادي تمام. فالموضوع ايزي ما فيهوش اي حاجة، فانا هدوس فوق هنا واخد اليوتيوب ده كوبي اهوت، ناخد الكوبي بكل بساطه، اهي دي كوبي عندي، او ممكن انت تاخدها عندك ببساطه كده اهوت وتاخدها كوبي، يعني الموضوع بيمشي بيمشي لو انت سالك الموضوع معاك هيمشي. طب ما انت مش تشلني ماشي. هنرجع تاني اهوت، رجعت هنا تاني عشان نضيف اليوتيوب، فهنا هندوس على علامه اهوت كده نطلع فوق، انا اسف، ونضيف اليوتيوب ازاي اقول لك دلوقتي ماشي. ارجع 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 معلش، انت دلوقتي بتتعب لكن هتشوف دلوقتي على التابلت حاجه خرافيه، اسمع مني انا بقول لك حاجه خرافيه، تفتح جوجل بضغطه زر واحده ازاي؟ انا هقول لك اهدى استنى على رزقك. هنا هنضيف دلوقتي يوتيوب، هنا مثلا هكتب، مش هكتب يوتيوب بالعربي عشان كنت كاتبه قبل كده، انا هكتب يوتيوب بالانجليزي ايزي خالص ماشي تمام. هنا لصق الارتباط او خاص بك ماشي،
دوس لاسك، انا ضفت اليوتيوب ماشي. انا بس عشان انا ما بدي الجزمه دي. هو يا عم، هو يا عم في عندي حاجه غلط، اقول لك ايه الوقت الغلط، ايه العلامه دي اتضفت لنا. استنى استنى، اتشالت صح. هيعمل دلوقتي معايا تاني، استنى نرجع اهو. بص شوف، عيب هي العلامه دي بس عشان ضفتها. فانت لو ضفت عندك شيلها ايزي ودوس حفظ. دلوقتي بقى اليوتيوب هيفتح معايا، وفي جوجل. تعالى نروح على التابلت، بس قبل ما نروح التابلت مش تنسى اللايك والسبسكرايب اللي انا شايفك ان انت مش دوست عليهم. فتعالى يلا نروح على اللايك تعالى يلا يا باشا نروح على التابلت. ودلوقتي رجعت لكم تاني من على التابلت. فتي دلوقتي بقى نشوف هل فعلا ضافوا وازاي نفتحهم بطريقه بسيطه جدا، بس يعني ما تنسناش برضه، ما هو لك ما تنسناش ماشي. فدلوقتي الطريقه هي تمام ماشي. عندنا هو تيمز، اهو تيمز اهو اللي احنا كنا عارفينه. تمام، تيمز دخلنا على تيمز اهو. الصفحه الرئيسيه 10/10. عند دلوقتي القناة بتاعتي اللي انا كنت وريتها لكم ده اسمها هي الجروب، انا اسف القنوات ايزي يعني الموضوع مش هيختلف. فانا هدوس عليها زي ما احنا كنت قلت لكم في الفيديو اللي انا قلت لكم عليه. هنا هيقول لك جوجل ويوتيوب، لكن ده كله لو انت هتبعت ملفات بعد كده. اهو انا اسف عشان التصوير، انا بصور بايدي. فهنا جوجل ويوتيوب، فانت لو بتبعت لو انت بتبعت مثلا ملفات وكتير الحاجات دي هتختفي، فانت مش هتقدر تسيطر عليهم. فهنا بندوس على المزيد، كلمة المزيد اللي فوق دي هيت. أنا آسف لو إيدي بتتحرك بس عشان أنا بصور بالتليفون في إيدي. فهو زي ما أنت شايف عندي جوجل ويوتيوب، هدوس عليهم يفتحوا. دوست عليهم عمرهم ما يفتحوا، عمرهم ما هيفتحوا، هيجيب لك متصفح العادي. لكن إحنا مش عايزين ده يا باشا. عندي جوجل هروح جاي دايس. بص أنا بدوس عليه، بدوس على التلات شورت دول. جوجل أهو قصاده، أهو جوجل قصاده اهو. دوس على التلات شهور دول. بعد كده بتدوس على ايه؟ دوس على فتح. ما تدوس على فتح في المستعرض، فتح في المستعرض يعني تفتح في المتصفح جوجل كروم. لكن احنا مش عايزين جوجل كروم، فاحنا ندوس على فتح دي اهيت. تمام، الله ينور عليك. عندي مثلا هنا افتح اليوتيوب، ما هو دي الطريقة افتح بيها اليوتيوب. وفي الطريقة التانية انت ضفت بيها اللينك على طول، ما تنسانيش. هو يعني بص اهو زي ما انت شايف. بعد كده خش على اليوتيوب هنا اهوت، دوس على فتح. فتح مش فتح في المستعرض، فتح هي فتح مش فتح في المستعرض. يعني بقرب لك الصورة قد ما اقدر، وبخلي الصورة مش تعمل زوم اهوت. يا عم اليوتيوب فتح تماما وكل حاجة 100 فل و10. فقبل اي حاجة، قبل ما ننهي الفيديو، اللي عنده حاجة غلط او مش عارف حاجة يعملها فيكتب تحت في التعليقات وانا هرد عليه. ومش تنسى اللايك والاشتراك عشان مش هعيدها كتير، يعني عشان نظبط القناه يعني والدنيا تبقى تمام. طب الناس هتيجي تقول لي انا عايز افتح الترجمه، عشان انا قلت لكم في اول فيديو خلاص انا افتح لكم الترجمه. فافتح لكم الترجمه ازاي؟ بسيطه. ان بص يعني اهو الترجمه اهو، عشان الناس اللي هتزعل اهيت. نكتب ترجمه، ترجمه اهيت يا عم، ترجمه اهي يا عم. طب احنا دلوقتي عندنا لغه فرنسيه يا استاذ. يا عم استاذ ايه، انا مش استاذ ماشي، ففكوكم مننا استاذ ماشي. عندنا اللغة الفرنسية، هندور بقى على الفرنسية. احنا مش عندنا ندور بقية الفيديو على الفرنسية، فندوس على الفرنسية هيفتح معانا. نرجع من هنا عادي او نرجع من هنا عادي. فدلوقتي بقى عشان هتخش بقى تفتح الترجمة ازاي بضغطة زر واحدة، خش على تيمز من غير بقى زي ما انتوا كنتوا بتخشوا وبنيجي نعمل مسح تيمز وتعالى بقى نخش نكتب الرمز والرمز يطلع غلط والشغله التمام دي. لا احنا بنخش اهو، وهو دي القناه اهي، بتدوس عليها اللي انت هتلاقيها عندك لو انت اتفرجت على الفيديو اللي قبل اللي فات. وبعد كده بخش مثلا على جوجل. على فكره انت تقدر تضيف جوجل ترانزليت اللي هو جوجل يعني ترجمه جوجل في هنا برضو، ينفع على فكره. وينفع تضيف التليجرام، وينفع تضيف كل حاجه، والتيك توك كمان. جوجل انا اسف يعني ترجمه جوجل هتضيفها عادي. زي ما انت زي ما شرحت جوجل ويوتيوب تنفع تضيفهم، هتخش برضه على جوجل وتاخد منه الكوبي وتحطه هنا. فالموضوع ايزي يعني ماشي كده. ندوس فتح، انا بقول لك دلوقتي تفتح ازاي بقى من جوجل عادي. لكن انت ممكن تضيف على طول، انت تدوس فتح على طول بدل ما يفتح جوجل ده، لا يفتح جوجل ترجمه. فما تنساناش باللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.